بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل المحاضرة السادسة من مادة فلود هندسة الوقود والطاقة الكورس الثاني. عندنا الجهاز الثاني اللي هو أورفيس ميتر. نجي نشوف ونتعرف شنو هو الأورفيس ميتر. طبعا أنا راح أشرحه بالعربي. يقول هو جهاز يستخدم لقياس معدل تدفق المائع خلال الأنبوب، وكذلك يعمل أو مبدأ عمله نفسه هو في الفنشرميتر، بما أنه هو نفسه وذا نفس القوانين راح نستخدمها بغض النظر عن الاشتقاقات اللي راح تشوفونها قدامكم. يقول يتألف من فلات سيركولر، يعني دائرة أو حلقة فلات مثل ما تشوفون شلون موضح قدامكم في الصورة. يقول عندما تكون الدائرة محدودة أو ذات حواف تدعى أورفيس. نجي خلينا نشوف القوانين، هذا حكي ما له داعي. نفس القوانين، فاحنا راح ناخذ القانون الأصلي مالتنا. هاي كلها اشتقاقات حتى نتوصل للقانون اللي نحسب به معدل التدفق. احنا راح ناخذ هذا القانون، الفرق بين القانون مال فينشر ميتر والأورفيس ميتر اللي هو هناك كان عندنا A2 A1، هنا بالعكس عندنا AO A1. فنجهز من خلال حل مسائل حسابية راح نعرف شنو الـ AO والـ A1. من هذا المثال يقول an orifice meter with orifice diameter 10 سنتيمتر، يعني عندنا الـ DO، يعني خلينا نقول 10 سنتيمتر قطر الأورفيس ميتر is inserted in pipe، وعندنا قطر البايب 20 سنتيمتر. The pressure gauge fitted upstream and downstream، يعني عندنا الأبستريم والداونستريم، يعني ما قبله وبعده الأورفيس أو ضغط الجريان قبل الأورفيس ميتر وبعد الأورفيس ميتر. معطى جيفن ريدنج، معطى هالقد هال، يعني هذا يمثل لنا الأبستريم، 9.81 يمثل لنا الداونستريم. عندنا معامل تدفق أورفيس ميتر 0.6، يعني CD. find the discharge of water through pipe، يعني جد الكيو خلينا نقول خلال البايب. من أول خطوة نكتب القانون مالتنا، بالمثال حال بشكل مباشر. فاحنا نجي نكتب اول شيء يكون بهالصورة، القانون يكون اول شيء حتى نعرف شنو النقص عندنا من القانون، نطلعه حتى نطبق مباشر وتصير عملية رياضية سهلة. فنجي اول شيء السي دي عندنا، الاي او والاي ون ما عندنا، والاتش ما عندنا ايضا. فنجي اول شيء الاي او نطلعه، المساحة للأورفيس ميتر، بما أنه منطينا الدايميتر 10 سنتيمتر نحوله إلى المتر، ومن ثم نطلعه 0.0078 متر تربيع. وكذلك للأي ون اللي هو للبايب، مساحة البايب طلعنا في القيمة أيضا تطبيق مباشر. هنا بما أنه ما منطينا الإكس، ما منطينا الوزن النوعي للمادة والوزن المادة المتدفقة والمادة أو
الموجودة بالمانوميتر أو ماكو مانوميتر أصلا، فراح نستخدم القانون الأول اللي شرحناه بالفنشرميتر اللي هو H يساوي لنا دلتا P على رو جي. فبما أنه المادة المتدفقة هي الماء فنأخذ الكثافة ألف، الضغط الأول ناقص الضغط الثاني راح يطلع لنا 10 متر وتر. هنا ملاحظة، هنا يعني الـ P1 الـ upstream، المشتغل بالشركات النفطية راح يعرف شنو الـ upstream. الـ upstream يكون الضغط ما قبله الأورفيس ميتر أعلى من الضغط ما بعد الأورفيس ميتر، فالـ upstream دائما يصير أعلى من الـ downstream. فبما أنه صار عندنا كل المجاهيل معاليم، نطبق تطبيق مباشر وعملية رياضية سهلة، طلع الكيو اللي هي تساوي لنا 0.0682 متر تكعيب لكل ثانية. ناخذ المثال الأخير، هنا أيضا يقول عندنا أورفيس ميتر وذ أورفيس دايميتر، يعني الدي أو يساوي لنا 15، كذلك قطر الباي بيساوي لنا 30 سنتيمتر، طبعا يتحول للمتر، واختلاف بالضغط باي أميركر، يعني عندنا زئبق ونفط، نفط خام أويل. differential manometer on the two sides على الجانبين meter gives، يعطيني يقول قراءة اختلاف الاختلاف بالقراءة يساوي لنا 50 سنتيمتر of mercury، هذا للزئبق. find the rate of flow، جد معدل التدفق للأويل of، منطينا specific gravity للأويل، يكون عندما يكون معامل discharge الأورفيس ميتر يساوي لنا 0.64، يعني السي دي. فأول شيء نكتب القانون مالتنا، السي دي معلوم، الأي أو مجهول، الأي 1 كذلك مجهول، أيضا الإتش مجهول. فنجي أول خطوة نطلع، هنا هو خلينا نمشي مثل ملزمة، الأي أو بما أنه عندنا 15 سنتيمتر تحول إلى المتر، تطلع هالقيمة مساحة الأورفيس ميتر. عندنا والأي 1 كذلك بنفس الطريقة، تحول 30 إلى 0.3 متر، تطلع لنا هالقيمة. بما أنه منطينا specific gravity وما منطينا اختلاف بالضغط، راح نستخدم هذا القانون الثاني للH، فراح نقول X اللي هو يساوي لنا 50 اختلاف القراءة، specific gravity للزئبق المفروض يعطينا اياها بالسؤال اللي هو يساوي لنا 13.6 على specific gravity للأويل المادة المتدفعة خلال البايب ناقصا 1، راح يطلع لنا 705.5 سنتيمتر of oil. تطبيق مباشر خلال قانون مالتنا، عملية حسابية جدا سهلة من خلال حاسبة، راح يطلع لنا الكيو يساوي لنا 0.137 متر تكعيب لكل ثانية.